أكدت مصادر مطلعة على سير عملية تشكيل الحكومة للأو تي في أن ما من جديد في هذا الملف والجمود لا يزال سيد الساحة. في هذا الوقت أكدت مصادر الثنائي الشيعي للأو تي في أيضا أن ما من تقدم على الصعيد الحكومي، والمطلوب من الرئيس المكلف سعد الحريري هو أن يقف على رأي الكتل النيابية، وتبعت بالقول من دون التفاهم مع رئيس الجمهورية ما ممكن تنعمل حكومي. وفي السياق الحكومي أيضا أكدت مصادر الرئيس المكلف سعد الحريري للأو تي في أننا لا نزال على الحال نفسها منذ يومين أو ثلاثة، ويبدو أن الأمور ليست محلحلة، والرئيس الحريري مقتنع أن هناك محاولة لإدخال الثلث المعطل من جديد بطريقة أو بأخرى من قبل فريق رئيس الجمهورية، كما قالت المصادر التي تبعت بالتشديد على أن الاتفاق مع الثنائي الشيعي حصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أساس أن يكون وزير المال من الطائفة الشيعية، ولم يتم البحث في غير ذلك كما أشيع عن اتفاق مع الثنائي الشيعي على أن يسمي هو الوزراء الشيعة المشاركين في الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس المكلف يحاول ألا يصل إلى مرحلة يصطدم بها مع رئيس الجمهورية، لكن أيضا لا يريد أن يشعر أي طرف أنه يحاول أن يستقوي على الآخر. وختمت المصادر بالقول أن الرئيس الحريري لا يزال يكن للرئيس عون الاحترام الأبوي ولا يريد أن يصل معه للمواجهة. وإضافة إلى الاحترام الأبوي هناك مقام رئاسة الجمهورية الذي لا يريد الحريري أن يتخطاه. في هذا الوقت علقت مصادر متابعة لعملية التشكيل عبر الأو تي في على كلام مصادر الرئيس المكلف سعد الحريري عن الاحترام الأبوي الذي يكنه لرئيس الجمهورية بالقول إن هذا الكلام جديد وهو موضع ترحيب كبير، ولكن كان يجب أن يترجم من الزيارة الأولى التي قام بها الحريري للرئيس عون من بعد التكليف. وهذه اللغة لو استعملت منذ البداية لما كنا وصلنا إلى هنا، لأن ما شعر به الفريق الذي يدور في فلك رئيس الجمهورية هو محاولة لتخطي المكون المسيحي الأكبر في المجلس النيابي. وأكدت المصادر أن المطلوب أن مثل ما تفهم الحريري مع الطرف الشيعي وهو يحاول اليوم أن يجد حلولا مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جبلاط، المطلوب أن يقف الحريري على هواجس الفريق المسيحي الأكبر حتى تبصر الحكومة النور، فنحن لا نريد أن نشعر أن مرحلة إضاعة الوقت على الشعب اللبناني مستمرة.